للناس اللي جاية نيوزيلندا، ده اللي بنسميه الوير هاوس. الوير هاوس ده مجمع بيتباع فيه من الإبرة للصاروخ، كل حاجة تتوقعها بتتباع هناك. حاجات العربيات بتتباع، اللبس بتتباع، أجهزة كهربائية بتتباع، حاجات الجناين بتتباع. ده حاجة كبيرة جدا جدا جدا، مجرد حاجة زي كارفور بس مش بيبيع مواد غذائية، أو بمعنى أصح بيبيع مواد غذائية بس حاجات بسيطة، لكن هو تركيزه كله على اللبس، على حاجات البيت، على ديكورات البيت، على إيه؟ على حاجات الجناين، حاجات زي كده. ده هتلاقيه موجود في كل حتة في نيوزيلندا، تمام؟ هتلاقي برضو في مواد غذائية بس مش كتيرة، هتلاقي في حاجات العربيات زي ما أنا قلت، هتلاقي في كل الأجهزة الكهربائية على حسب ما انا فاكر. انا عمال افتكر لسه، انا هدخله بقالي كتير ما دخلتوش، يمكن حوالي 3 سنين. طبعا اخر مره كنت في نيوزيلندا كان من 3 سنين، دلوقتي وقت اللي احنا ندخله ونتفرج عليه. بس انا داخل بقى ليه؟ داخل عشان استكشف ايه الجديد اللي فيه. ما تنسوش الوير هاوس. طب وير هاوس، هو مستر الوير هاوس هنا ان هو بيفتح من 8 الصبح لغايه نص الليل، فيعتبر من اكتر الحاجات المفتوحه في البلد. تعالوا كده نشوف هو فيه ايه. هو ده شكل الوير هاوس. هلو، جود مورنينج. بصوا هتلاقوا قدام في حاجات فرنتشر، هوم ديكور، حاجات للاستورج، هنا حاجات اللي هي الادوات المكتبيه. هم غيروا في شويه، كان الناحيه دي فيها اكل اكتر، بس هم خلوا في ادوات مكتبيه. الميزه انه بيفتح بدري جدا ويقفل متاخر جدا. وزي ما قلت لكم هتلاقوا في حاجات برضو لبس، العاب اطفال زي ما انتم شايفين. اللي موجود دلوقتي اللي زي حالاتي، يا اما ستات، يا اما عواجيز، يا اما ناس ما بتشتغلش لسبب من الاسباب، يا اما ناس جايه اجازه زي حالاتي. تلاقوا الاجهزه الكهربائيه في كل حته، ستيشنري. حاجات على نيوزيلندا اهي. حتى الادوات المكتبية هنا انا شايف الاسعار بتاعتها تعتبر شوية ارخص من سنغافورة. ادوات مكتبية اهي، بصوا الستورج كبير ازاي، في كل حاجة تتوقعها. حاجات الهالوين عشان احنا في شهر 9، اعتقد الهالوين بتاعهم في اكتوبر كانوا بيبيعوها. هنا المكان ده بيبقى غالبا زحمة على طول، حاجات الهالوين يتفرجوا عليها. حاجات الرعب، مش عارف ايه الرعب ده. اللبس هنا واسعاره رخيصة، يعني بنطلون زي كده مثلا ب$30 نيوزيلندي، اعتبروا الدولار السنغافوري 1.1 من الدولار النيوزيلندي، فالدولار النيوزيلندي اقل شويه دلوقتي. هتلاقي كل حاجه تتوقعوها هنا اهو. هتلاقي اللبس هنا رخيص جدا، عشان كده الناس هنا بتجيب باللبس. يعني تيشرت زي كده مثلا ب$16، طبعا مش براندات طبعا، بس هي كلها متصنعه هنا. مثلا البيجاما دي او البتاع ده سوني وورز بتاع ده مثلا ب $28. حاجات البيت مثلا ب$10 مثلا، اللي هي المخدة دي، دي حاجة للتدفئة عشان الجو البرد اللي هنا، تحطها عليك مثلا $5. الأسعار رخيصة. المشكلة إن في ناس كتيرة قوي، انا ما توقعتش ان انا حاجه زي دلوقتي الساعه 9:30 ولا 10 الصبح والاقي كميه الناس دي. انا بحاول طبعا افويد الناس على قد ما اقدر. يعني ده مثلا دوفيت كفر ست $59، ده سعر معقول مش غالي هنا في نيوزيلندا. هما لسه ما عملوش ريفيل حاجات كتيره، ف لسه هيعملوا ريفيل دلوقتي. ده مثلا معرفش بلانكت الاطفال $35. هو بص اكتر الناس اصلا بتيجي بتشتري من الوير هاوس، عشان كده هنا الوير هاوس من الحاجات المعروفه جدا 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 جدا، زي ما قلت لك فيها كل حاجه من الابره للصاروخ. حاجات الحمام مثلا اللي هو ده، الشراشف ولا مش عارف اسمها ايه في الحمامات، برضو اسعارها بتبقى حلوه مش غاليه.
الفوط 15 دولار. الفوطة فوطة كبيرة قوي قوي الصراحة، 15 دولار ده كويس جدا. الفوط الصغيرة مثلا ب5 دولار. فهنا زي ما قلت لكم الأسعار هنا حلوة. أنا بس بعمل جولة كده سريعة، من يعني مش مركز على حاجة معينة. وادي الست اهي بتحط الحاجات مكانها. انا ما اعرفش الناس الرجاله اللي بتمشى دلوقتي ما عندهمش شغل ولا ايه. النهارده الخميس. حاجات الاطفال، لبس اطفال اهو ب18 دولار مثلا. الطقم ده طقم حلو الصراحه، حتى الملمس بتاعه حلو، وعلى السيلفر فيرن بتاع نيوزيلندا اهو، كيوي اهو، عليه كيوي كمان. فده عليه سيلفر فيرن وعليه كيوي. انا قلت اجي الصبح بدري مش هلاقي حد فاقدر اصور براحتي، لقيت ناس كتيرة قوي وفي لعب الاطفال مثلا. لعب الاطفال اهي، الجزء ده كله تويز 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 تويز. اعتقد من اول هنا من 34 33 32 كل ده العاب اطفال. اكتر الاطفال بيجوا هنا يشبطوا في اللعب. هنا مثلا عاملين كليرنس على الجواكت دي، زي ما انتم شايفين كليرنس. تبقى بكام مثلا؟ كانت بكام وكام؟ طبعا دي رخيصه 29 دولار. بصراحه انا مش شايف السعر اللي وراه، بس شكله حاجه و60 يعني، اعتقد كان حاجه و60 بقى 29، يعني 30 دولار. كان 65 دولار اهو بقى 29، يعني 30 دولار، يعني النص، 50% تخفيض. حلو. وهنا الحاجات بقى تقيله. بص ملمس شفتش، بس انا مش جايبها الكاميرا. ملمس تقيل عشان البرد اللي هنا في كرايستشيرش. ده لبس مثلا، تعالى اوريكم حاجات مثلا الجاردنز جاردنينج. دي حاجات الجاردنينج طبعا، لان احنا هنا كل الناس مهتمه بالجاردنز بتاعتها بتاعت الهاوسز. فطبعا مواضيع الجاردن دي حاجه مهمه جدا 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 جدا. بنزرع يعني في البيوت عندنا جوه، بنزرع حاجات او بنعمل ورود. يعني هنا مثلا في جاسمين مثلا زي ما انتم شايفين، في بيبقى على طول جزء كبير قوي للجاردنينج هنا. ما تلاقوا مثلا هنا حاجات اللبس، الشوز، مش اللبس بقى، الشوز بقى والجزم والكلام ده وبتاع بس. وبرده بصوا هنا الجاردنينج كل الجزء ده من اول هناك ده مرورا بكل ده لغايه الاخر ولغايه بره، لان بره في سيدز بيشتروها، سيدز بتاعت اللي هي البذور دي. الجاردنينج مقسمينها حلوة قوي بصراحة، يعني هتلاقي هنا الجاردنينج، وهتلاقي هنا 13 و 14 و 15 و 16 لا لغاية 13 و 14 و 15 ومن هنا لغاية هناك جاردنينج. وهتلاقي الناس العواجيز هم اللي جايين مهتمين بيها، واحنا طبعا. هتلاقي هنا بص الورود، يعني مثلا القصرية دي مثلا بالده ب 12 دولار، بالورود دي ب20 دولار. انت ممكن اصلا كمان تدخل تجيب سيدز من جوه او تشتري سيدز. يعني دي سيدز بتاعت الفراولة، فراولة ستروبر مثلا. في واحدة هي بتفضل الدنيا هنا، فبتجيب السيدز بتاعت الفراولة وتزرعها وتطلع لك فراولة. كل ده سيدز بتاعت فراولة. اسمها ستروبري ميكس، يعني لذيذة الحاجات دي بس مش اكتر من كده. هو في حاجات هنا طبعا اللي هي للكلاب والقطط، اكل الكلاب واكل القطط طبعا. استنى، هعتقد ان ليها جزء كبير كمان اسمه بيتنج، بس انا مش عارف هو فين بالظبط، بس هو غالبا هيبقى ده. ده البيتنج اهو، ده بيف للدوجز، ده اكل القطط والكلاب. لان هنا طبعا القطط والكلاب ده هنا حاجة رئيسية جدا جدا جدا، كله بيجيب قطط وكلاب. بابي بابي بايتس. انا عارف ان احنا في مصر مش مهتمين قوي بالكلام ده. دي اللي هي اللعب بتاعت الكلاب والقطط، ودي البتاع اللي بيعملوها في رقبتهم عشان يمسكوها بيهم. يعني زي ما قلت لكم وير هاوس هتلاقوا فيه كل حاجة باسعار رخيصة. دي كلها برضو قطط، دي كنت قطط غالبا، كان اللي هناك كلاب ودي قطط بس. انا بحاول اوريكم الحياه في نيوزيلندا عامله ازاي.
فبتمشى في كده في المولات، هتمشى في المولات واوريكم الوير هاوس برضو، عملت لكم اللي هو بتاع كاونت داون. بس هتلاقي الناس هنا اصلا مقيمه، يعني هتلاقي ناس كتير قوي بتيجي كل يوم حتى تتمشى وتتفرج على الجديد وخلاص، لان كل شويه بيعملوا ديسكاونتس. البامبرز مثلا ب 19 دولار، 19 دولار، اضرب بقى في 12 عشان تعرف بكام بالمصري. بس كده انا هقفل الفيديو على كده، انا بس كنت عاوز اوريكم شكل الوير هاوس ايه. ده الوير هاوس اللي احنا بنشتريه فيه، وبعدين الميزه كمان اللي هم ايه مظبطينه ومقسمينه تقسيمه حلو. بس خليني بقى ارجع كده واقفل الفيديو في وسط الوير هاوس. بس شكرا ليكم، انا موطي صوت بس عشان مش عايز ايه اعمل ازعاج للناس اللي حواليا. يا رب الفيديو ده يعجبكم، اي بقى حاجه عاوز تسال عليها حطه في الكومنتس وانا ارد عليها ان شاء الله.